اهلا بيكم، معكم احمد عمرو اكوا تيبس دوت كوم. موضوعنا النهارده ازاي ترجع للاوزان بتاعتك في السكوات. انت مش هترجع ل 100% من اقصى وزن انت كنت بتشيله، بس هترجع ل 90% بس في وقت قياسي. الوقت دوت هيكون 3 حصص بس، وهترجع ل 90% من اعلى وزن انت كنت بتشيله ايا كان مستواك، سواء انت باور ليفتر محترف او لسه جديد او اي حاجه. كلها طبعا هتكون لسه جديد، كل الموضوع بيكون اسهل. بس عموما البروجرام دوت كان معمول للباور ليفترز المحترفين اللي هم اوزانهم فوق قوي، فازاي بيرجعوا ل 90% من اقصى حمل هم كانوا بيعرفوا يشيلوه بس في 3 حصص. بس قبل ما نبدا الفيديو، جايب لكم قناه فيتنس جميله جدا تبع واحد اسمه احمد بسيوني، عايش في دبي. احمد قدر ان هو يخس 41 كيلو دوت جسمه دلوقتي، بيعمل محتوى حلو، اعمل سبسكرايب عنده في القناه. وهنترك لكم شويه لقطات من القناه بتاعته. ايه بقى علاج الترهلات؟ مفيش كريم هيودي لك الترهلات، مفيش حمامات شمس هتودي لك الترهلات، بالعكس حمامات الشمس الزياده عن اللازم بتخلي الموضوع يبوظ اكتر. البنج ايتنج، البنج ايتنج ده أسوأ حاجه ممكن تحصل لك في حياتك لو انت عامل دايت. في فيديو النهارده هنتكلم عن التسدي عند الرجاله او الجاينو. السلسله اللي انا عاملها دي والنهارده تبقى اول حلقه فيها، هشوف فيها الحاجات اللي كنا بنسمعها واحنا مش متاكدين هل هي صح او غلط. ازيك يا جماعه؟ موضوع البي اس ام اف بيتلخص في الكيس. لو انت عايز تخس وتنزل الدهون زي ما اتكلمت في الحلقه اللي فاتت، يا عم استنى بس، الكيس هو اللي بيظبط لك الاداء. انت تدخل جوه الكيس. فنرجع لموضوعنا، ازاي هترجع ل 90% من اقصى وزن ليك بعد 3 حصص بس. الطريقه ديت او الجدول دوت انا برضو هكتبه او احط صوره ليه لو حد عايز يعمل سكرين شوت للجدول، فانا بنصح الناس كلها ان هي تعمل كده. وبرضو انا هشرح بالتفصيل وهشرح تجربتي مع الجدول ده، لان ديت الطريقه اللي انا رجعت بيها للاوزان بتاعتي بعد فتره اللوك داون لما كانت الجيمات قافله من شهر مارس لغايه شهر 7 4 شهور تقريبا. فدي الطريقه اللي انا رجعت بيها للاوزان بتاعتي بسرعه، والطريقه انا جايبها من الكتاب دوت اللي هو اسمه باور تو ذا بيبل لمدرب اسمه بافل تساتسولين. بافل من المدربين اللي انا بحبهم جدا في القوه، درب رياضيين كتير جدا، درب باور ليفترز كتير جدا، من الناس الناجحه قوي في مجال القوه، وجبت سيرته كتير في فيديوهات قديمه قبل كده. فكانت في ناس كتير بتسالنا عن كتب للفتنس حلوه، فباور تو ذا بيبل انا برجحه بصراحه للناس اللي عايز تقرا عن الفتنس او عايز تقرا عن القوه بالاخص. هو مش بودي بيلدينج قوي على قد ما هو لزياده القوه، فده ممكن يكون هايل للناس اللي عايزه تزيد القوه بتاعتها، ممكن يكون هايل اكتر من هايل كمان لو حد باور ليفتر، حد عايز يكون محترف او متخصص في الباور ليفتنج او اوريدي بيعمل باور ليفتنج وعايز يكون احسن. فالجدول هيكون كالاتي: اليوم الاولاني، اليوم الثاني، اليوم الثالث. طبعا مش لازم خالص ان هم يكونوا ورا بعض، الثلاث ايام ديت ممكن يكون مثلا سبت واثنين واربع او حد ثلاث خميس، فبحيث ان انت سايب يوم فاصل بين كل تمرينه والثانيه. اليوم الاولاني واليوم الثاني هيكونوا زي بعض بالظبط، نفس الاوزان، نفس المجموعات، نفس العدات، كل حاجه زي ما هي. بس طبعا اليوم التاني انت الفتنس بتاعك هيكون احسن، فممكن ان انت تحسن الفورم بتاعك او تحسن شكل السكوات بتاعك طبعا عن اليوم الاولاني. والنسبة المئوية اللي احنا هنقولها من الاوزان اللي انت المفروض هتشيلها ديت اعلى وزن انت ممكن تشيله، اللي هي ال 1 ريب ماكس، اكتر وزن انت ممكن ترفعه للعدة الواحدة. دوت طبعا مش لازم ان انت تقيسه كل شوية، غلط جدا ان انت تقيسه كل شوية، ده ان بنقيسه مثلا مرة كل 3 شهور، كل 6 شهور. والباور ليفترز اللي هم فعلا المحترفين بيخلوها مره واحده في السنه او بيخلوها بس في البطولات بتاعتهم فقط لا غير. ويفضل ان يكون الريت ماكس ديت تكون من غير اي عوامل مساعده، يعني من غير ركبه، من غير حزام، من غير اللي هو السوت او اللبس اللي بيلبسوه الباور ليفترز ده، برضو بيساعدهم ان هم يشيلوا اوزان اعلى. فيلا بينا نتكلم عن اليوم الاولاني بالتفصيل. اليوم الاولاني انت هتشتغل على وزن 65% من اقصى حمل انت كنت بترفعه، ومش هتعمل عدات كتير. 65% طبعا في العادي بتاعك انت ممكن تعمل اكتر من 15 عده، بس احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمل 8 عدات بس. المجموعات هتكون 3، بعد ما بخلص الثلاث مجموعات ديت هزود الوزن 5% بحيث ان هو هيكون 70% من اقصى وزن انا بشيله. 70% طبعا انا ممكن اعمل بيه 10 عدات مستريح لو انا في مستوى اللياقه العادي بتاعي، بس انا راجع من راحه طويله، فانا عايز اخد الموضوع واحده واحده. فال 70% ديت انا هعمل عليها 5 عدات فقط، بعد كده هزود 5% كمان يبقى 75%، وهعمل بيها عدتين مجموعتين.
يعني عدتين هريح وهعمل عدتين تانيين على ال 75%. بعد كده 80% من اقصى حمل ليا وهعمل بيه عده واحده، فانا كده اول يوم انا وصلت ل 80% من اقصى حمل انا بشيله. اليوم الثاني اللي هو بعد ما بريح يوم هعمل نفس التمرينه ديت بالظبط، بس هحاول ان انا احسن الفورم بتاعي. اليوم بقى اللي بعديه اللي هو اليوم الثالث اللي هو اخر يوم اللي انا هرفع فيه 90% من اقصى وزن ليا، فهبداه كالاتي: هبدا من 70%. طبعا اليوم الاول والثاني انت اوريدي رفعت 70% بس كانت مجموعه واحده، كانت خمس عدات. هتعمل برضو خمس عدات في اليوم الثالث ولكن هتعملهم اربع مجموعات. بعد كده هتزود 5% وهتعمل ثلاث عدات بدل عدتين اللي انت عملتهم في الاول حصه وثاني حصه. بعد كده هتزود 5% يعني هتوصله ل 80% وهتعمل عدتين مجموعتين، ده على الوزن اللي هو ايه 80%. بعد كده هتريح وبعد كده هتحط في البار 90% من اقصى وزن ليك وهتعمل بيه عده واحده. ودي بصراحه امن طريقه واكثر طريقه فعاله ان انت توصل ل 90% من اقصى وزن ليك في خلال 3 حصص بس، من غير اي ريسك ومن غير اي خطر مهما كنت انت مريح. انا كنت مريح 4 شهور بصراحه، ما كانتش راحه تامه، انا كنت بتمرن بره بس طبعا ما كانش فيه اي اوبشن ان انا اعمل باك سكوات او ان انا يبقى عندي بار اشتغل بيه سكوات زي ما كنت بشتغل في العادي، ومع ذلك رجعت ل 90% بكل سهوله. بعد كده عملت جدول تاني برضو موجود في نفس الكتاب دوت، زودت بيه ال 1 ريب ماكس او الرفعه بتاعتي في العده الواحده اكتر بكتير من اللي فات، ومن غير حذاء ومن غير ركبه ومن غير اي حاجه. ده هيكون الفيديو بتاعنا ممكن على الاسبوع الجاي ان شاء الله، فاعمل سبسكرايب وشغل جرس التنبيهات واحط الجدول على الشاشه لو حد عايز ياخد سكرين شوت ويستعمل الجدول دوت اي وقت، فما فيش اي مشكله. ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.